رجعت عشتنا عندنا رمضان لعبتنا طول عمر دي كده حتتنا واسأل عيلتك كمان وعشان رمضان كده يكمل وما فيش حاجة تكون كده أجمل زي حاجة رمضان بتاعتنا رمضان نبقى زمان عندنا إدمة نوستالجيا واسأل كده أنت كرجة من أول كاميرا خفية وبرامج جامدة كمان هتشوف مع الفراق إدمة نوستالجيا زمان. سيداتي آنساتي سادتي أهلا بكم في حلقة جديدة من نوستالجيا زمان. الموضوع كبر مننا جدا. أيوة كبر مننا خالص وإحنا بنوعدكم بكل جديد. جديد إزاي؟ هرمي في وشك كوباية الشاي. فؤاد المهندس حكاية عجيبة. إيش معنى؟ دوخ يا عين الناس بالشنطة المريبة. يحصل ايه لو واحد جالك في الشارع وانت ماشي وقال لك لو سمحت من فضلك امسك لي الشنطه دي شنطه فاضيه ما فيهاش حاجه فاضل قال لك امسك لي الشنطه دي وساب لك الشنطه وجري تعمل ايه تتصرف ازاي اهو ده اللي هنشوفه مع بعض ها الشنطه بس ثانيه واحده بتدري لو سمحت ثانية اللقطات اللي واخدينها كلها طبيعية والأبطال أنا وأنت وهي أنا وأنت وهي وهي خلي بالك حنصور وأنت ولا على بالك خلي بالك حنصور وانت ولا على بالك الله عليك يا أستاذ يا صاحب الضحكة الرايقة إيش معنى؟ كان نفسي أمثل معاه ويشوفني وأنا فايق اسمح لي أسألك وأقول لك كلام شديد إيش معنى؟ لسوست عملها معاه مع مين؟ الأستاذ مفيد اهلا مارتيلو ازيك يا حبيبي اتفضل اتفضل دي موضه بس في ايطاليا دلوقتي فين شبشب على البدله صحيح موضه هايفه حد في الدنيا يلبس بدله وبعدين شبشب هم جايين شريف ما تطلعش الراجل ده بشبشب بتاعك تشاو راجاسي راجاسي ديلا سوستا ستاسيرا كون مفيد فوزي مين اشهر مذيع في مصر مفيد فوزي تعليق. انا جريء في بقوله يعني انا افرض مثلا انك انت قلت لي ايه هل انت جريء على طول اقول لك على طول على طول اقول لك تقول لي ايه شكل الجرأة اقول لك مثلا انا ما احبش حد يكلمني وفي بقه البانه شيل اللي بانه من بقك عشان تكلمني كويس ده بجد اذا سمحت امال ده بجد امال بس دي حاجه بتبع البروجرام بتاعتنا البروجرام لازم تبقى فيه لبانه لازم هو كده عشان تكون نهار اسود نهار اسود وكالتشر بيعملوا مع بعض كالتشر انك انت تبقى بقك لبانه وانت بتكلمني هي كده بس ده هنا في مصر مش كويس في مصر انا لو حطيت لبانه ببقي في مصر وقعدت اكلم مسؤول ده انا تاني يوم ابقى منشد في الجرايد لا والله تفهم يعني ايه منشد في الجرايد يعني التيتر بتاع الجورنال جورنان بيقولوا ايه بقى لبانه في فم مفيد فوزي وهو يحاول مين اكتر مطربه موزه بالنسبه لك فيروز موزه موزه انا بكره كلمه موزه يعني ايه موزه يعني موزه سكسي يعني ايه موزه سكسي سكسي ما تهمنيش ومطرب عبد الحليم حافظ صوت بيريح يعني ايه بيريح صوته انت اتجوزت كم مره هي مره واحده قبل الجواز كنت بتعط بعط اهدي زي موزه بالظبط مفيش في الدنيا بس دي كلام مصري صح مفيش في الدنيا محاور يقول لحد انت كنت بتعط بس ده لايت لايت بروجرام لا 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 لا, لا. وفي حجمي ما يتقالوش انت بتعط يقول له ايه اسمها ايه اعلمك بقى بليز هل كانت لك نزوات هل كانت لك نزوات؟ فاهم كان عندك نزوات؟ لا أنا أصلاً واقف على بتعط كنت بتعط عط إيه؟ عط إيه في قلبك؟ في حد بيعط؟ مع موزز موزز إيه؟ بتعط مع موزز موزز إيه؟ ليه؟ ليه؟ لا لا ليه؟ لا ده كلام جميل يا راجل
ده يعجب حد تاني. مين بقى؟ لا واحد. لو قعد جنبك هنا وقال وتقول له انت بتقط مع موزز يقول لك ده انا كل حياتي عط مع موزز. هو ما بيعملش حاجه اصلا. مش مشكلته. مش مشكلته. اسمها هنا ايه بقى؟ نزوات. نزوات. هل كانت لك نزوات؟ فكنت هقول لك انا ايه؟ كلام معلش انت مش هتفهمه بالعربي. ده انا اللي بحط. ان نزواتي كانت وقودا في الحياه. وقودة ده بترول ولا تعرف. كانت يعني كانها بترول بتسخنك. ايوه اسم الله عليك. يعني بتديني جرعه. تسخن عشان نزوه ولا ايه؟ لا لا لا، النزوه تسخنني. فالسخونه في النزوه تخليني اقبل على الحياه. وعليها عليها ده مين؟ على مين؟ نزوة. لا لا لا، انا بكلمك النزوه حاجه يعني. انت الواحد لازم يقعد معاك عشان يشرح لك الدنيا شكلها طبعا ايه. طبعا معنى كده عشان ده انت جزء من ظرفك الحكايه دي. انه النزوه انك انت تبقى لك بلغتك بقى عطايه. دي عطاطا بيقول لي استاذ مفيد مزه يا خراشي. كان قصده عليا انا ايام ما كنت واسع. اخد المفتاح وقام خالع واختفى. اشمعنى؟ ابراهيم عمل له المقلب. يلا بالشفا. فول. ازيك يا ابو سوكا؟ الحمد لله على السلامة. فول اسمه. انا يا حاجة. عيني حاضر. سلمي لي عند عندك ونبقى بسوكة. بتخدمي شتاتي؟ شتات حضرتك ازاي؟ يبقى حصل غلط. معلش يا بيه انا اسف. غلط فيه؟ مش فاهم. لما دليته ولا مفتيحي دي؟ يبقى الزهر ابو سوكا خدها بقى حضرتك. أيوة. الاخ ده ايوه خد المفاتيح بتاع عربيتي. ايوه. وجاب لي مفاتيح تانيه. هو كان بيمول العربيه. ايوه. بيقول لي المفاتيح بتاعتك ببص فيها لقيتها مش مفاتيح. مش مفاتيح حضرتك؟ لا مش بتاع عربيتي. طب اخدها ليه حضرتك؟ اخدتهاش. هو جابها لي غلط. طب بديلها معرفش مع مين. بديتها مع مين؟ دي عاشر مره حضرتك. راحت مع مين؟ ابو سوكا؟ ايه ابو سوكا ده؟ ابو سوكا ده مسافر من غمرة حضرتك هيجي بعد بكره بالليل. خدها معاه يعني؟ مخصوم منك يوم. هيتخصم منك يوم وهتشوف. اذا الاستاذ رمزي ما خصمش اليوم ده هبهدلك. اذا كان بيغلط عندكم كذا مره كده سايبينه يشتغل ازاي؟ دلوقتي حضرتك ايه المفاتيح دي ما بتفتحش خالص؟ ده مش بتاعتي. مش بتاعتي. ومعاه مفاتيح ثانيه. معاك مفاتيح ايه حضرتك؟ معاه مفاتيح العربيه ومفاتيح الشقه. شقة ومكتبي. كل المفاتيح دي؟ ايوه معاهم في الميداليه. حاطط كل المفاتيح دي ميدالية واحده. ايه مشكلتها يعني؟ ما كل الناس بتعمل كده. لو حضرتك ما عندكش نسخه ثانيه مثلا؟ لا ما عنديش نسخه ثانيه، النسخه الثانيه في البيت. طب حضرتك دي سهله حضرتك، سيب العربيه واطلع لغايه البيت. اي حد يتقلب. يتقلب؟ ما فيش حد في البيت عندي دلوقتي. ما فيش حد خالص؟ لا ما فيش حد عندي في البيت. حضرتك مش مشكله ده احنا يعني يوم بليله حضرتك والراجل يجي واحنا تحت امرك. يوم بليله ايه؟ ولا ايه اللي قعدني هنا انا؟ ابو سوكا حضرتك بيطلع بيه الغمر. سوكا ايه؟ انا عايز اتصرف سريع دلوقتي، عايز امشي دلوقتي بالعربيه. ما اقدرش اقف كده. ولا مؤاخذة يعني، مع ان انا راجل غلبان يعني. لو سمحت ارجوك، لو سمحت ارجوك حل لي المشكله دي. فين المفتاح؟ فين المفتاح؟ اشمعنى؟ بتدور على مين؟ من اللي راح راحك؟ ديجي وخالتي وستي. ما تخرفيش، بوظت الاعلان. انا مش زيهم. اشمعنى؟ مش عرفت لبان. لبان هارتي بعشر قروش فقط من بيم بيم. هفضل اقول في طروقة اشعار اجمد اعلانات زمان ضد الحشرة وضد الفار. بقول له يا طروقة وبيقول لي يا كاكب حميمية. اشمعنى؟ بيحبني من زمان، من ايام النشرة الجوية. نشكركم ونراكم غدا باذن الله. كانت معكم الفرخة كاكي. وانا رحت فين؟ خليك انت في لولاكي.
مع الف